اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامج التاسعه، ونبدا الفقرات يمكن في بدايه الاسبوع. في بدايه الاسبوع كده ساعات بيبقى فيه بالذات حاجه اسمها شرده ورده، ده كان مقال بيكتبه والدي رحمه الله عليه. يعني الشرده الورده دي المره دي بالنسبه لي كانت على هذا الموسم. انت عارف احنا في بدايه السنه من 2014 بالتحديد لازم دايما بداية السنة تبقى ممتلئة بكم وقدر لا بأس به على الإطلاق، ضخم قد كده هو من الصخب والشائعات والهوسة وهكذا. وزي ما دايما بقولك هو بيبقى الهدف من هذا الصخب طول الوقت هو زعزعة إيمانك وثقتك في الدولة، في تحركاتها، في المد اللي هي بتمتده وهكذا. طيب تعالى ناخدها واحدة واحدة. هتلاقي ناس كتير قاعدة عمالة بتتكلم وإيه اللي حصل ومصر وحصل فيها إيه وإيه يعني اللي جرى في السبع سنين ولا داخلين على السنة الثامنة أهو بإذن الله سبحانه وتعالى يعني وهكذا، إيه اللي حصل ما حصلش حاجة. بص تعالى ناخدها واحدة واحدة. مصر سنة 2014 بالتأكيد كانت وضع مختلف بالكلية عن مصر اللي احنا فيها النهاردة. مختلف من حيث الاقتصاد بتاعها، حجمه ده أولا، الحجم، حجم الاقتصاد. طيب مختلف من حيث قوة الاقتصاد، مش بقى الحجم بس لكن كمان قوته، ثباته، استقراره. وضع مصر السياسي في المنطقة، قارتها الإفريقية، وضعها في المنطقة العربية، علاقتها بدول أوروبا سواء إذا كانت أعضاء الاتحاد أو مش أعضاء الاتحاد، علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، علاقتها باستراليا، نيوزيلاند إلى آخره، علاقتها بدول أمريكا الجنوبية، علاقتها بالعالم كانت حاجة وبقت حاجة تانية خالص. طيب مصر بالمناسبة هي طول الوقت جيشها قوي ورصين وصلب، لكن برضو هل الجيش وضعه في 2014 زي وضعه النهاردة من حيث قوته وتسليحه وكفاءته وقدراته القتالية؟ برضو لا. أنا هنا بس بقولك بمنتهى الاختصار، يعني هل الاقتصاد وقتها زي دلوقتي؟ وبالمناسبة الفيصل اللي ما بيني وما بينك إنك تجيب مثلا ما نشر عن مصر اقتصاديا تقارير، مش مجرد كلام، يعني مش أقاويل ولا حتى مقالات تحليلية، تقارير اقتصادية واضحة. وما تبصش على التقارير بتاعتنا ولا تقارير الدول الشقيقة يا عم، بص على التقارير اللي كانت بتصدر في مؤسسات وفي صحف إنجليزية ومؤسسات وصحف أمريكية ومؤسسات وصحف ألمانية وفرنسية وسويسرية إلخ إلخ، هتلاقي الوضع مختلف بالكلية وإيجابا بالمناسبة. يعني قعدنا نتحرك من وضع إلى الأفضل إلى الأفضل منه وهكذا. ده اقتصاد. كذلك السياسة والدوائر الحيوية المصرية وقدرة مصر على التعاطي مع مشكلاتها وعدم الانجرار وراء الاستفزاز، ولكن تحديد الموقف ووضع مسافة واحترام، ليس ترهيبا ولا تخويفا ولكن احترام. احترام مصر لوضعها كدولة، هي الأمة في المنطقة العربية، هي الشقيقة الكبرى وأيضا الأم من وجهة نظري في إفريقيا، وهي دولة من الدول اللي لازم كانت تبقى من أو القاهرة تحديدا عاصمتها، هي واحدة من عواصم القرار مش بس على المستوى العربي ولا على المستوى الإفريقي لكن على المستوى العالمي، وبالمناسبة حصلت. وتذكر كويس جدا هنا بقى الملف الخارجي المصري تحديدا كده في فلسطين، ازاي مصر برؤيتها فيما يتعلق بفلسطين اصبحت هي دي الرؤية الدولية، وده اللي احنا شفنا اشادات منه من كل عواصم صنع القرار الكبرى، واشنطن، لندن، برلين، باريس، الخ الخ الخ. كويس. طيب كمان وضعك انت كمصري، يعني لما يجي حد مثلا يقول لك ايه وايه اللي حصل في وضع المصريين اقتصاديا، ده يا جماعه الحد الادنى للاجور، اقول لك الحد الادنى للاجور في 2011 كانت المطالبه ب 1200، فالنهارده بقت كام؟ 2700. فيجي حد هيقول لك طب تعال نترجمها بالدولار، ده ال 1200 كانوا زمان 172 دولار وال 2400 دول، 2400 بالمناسبه، 2700 دي هتبقى في العام المالي الجديد قولوا ان شاء الله، ده هي برضه ال 172. يعني عمليا لو انت عايز تحسبها بالدولار ده معناها
انه مصر قدرت تحافظ على وضع عملتها قدام الدولار من 2011 بكل اللي حصل، 2013 بكل اللي حصل، حتى اللحظة اللي احنا فيها اللي هي متضمنة ايه؟ كورونا بكل اللي حصل على مستوى العالم. إذن حجم الاقتصاد المصري وهو عمال بيكبر بيكبر ويتعاظم كان مصحوب بقوة للاقتصاد المصري في انه يقف قدام التحديات اللي حصلت في 2014 15 16 17 18 19 20. احنا هنا بنتكلم على اوضاع كانت على المستوى السياسي في المنطقة كلها غير مستقرة على الاطلاق، بل اقدر اقول لك بمال والبق اوضاع مخيفة، ومصر كانت بتخوض فيها حرب شديدة الصعوبة، حرب ضروس في مواجهة الإرهاب. وأديك شايف في النهاية خالص إيه اللي حصل، الناس رجعت سينا، استلمت بيوتها، مزارعها، تنمية بتحصل، مشاريع ضخمة على المستوى العمراني، مشاريع ضخمة على مستوى البنية الأساسية، مشاريع ضخمة على مسألة ربط سينا ببقية القطر المصري عن طريق الأنفاق، إلخ 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 إلخ. الله، هو البلد اللي تقدر تعمل ده يبقى بلد ضعيف؟ أو اقتصاده ضعيف؟ أو اقتصاده مهدد؟ لا، بالعكس، احنا بنتكلم بالتعبير الاقتصادي، يعني ده بنسميه الإيمرجينج إيكونومي أو الاقتصاد الناشئ. طيب، مصر واحدة من ضمن أكبر 20 اقتصاد ناشئ على مستوى العالم، بل إنه التقارير بتتكلم على إنها أقوى اقتصاد في الاقتصاديات الناشئة العشرين دي. حلو؟ طيب، وعندي أزمة تضخم وأزمة اقتصادية تضرب العالم، القوي قبل الضعيف، ومصر الحمد لله والشكر لله واقفة وثابتة وبتتكمل التحدي وبتأدي. يعني هي مش مجرد التحدي أي أنها تقاوم، لا، وبتأدي. هو الحمد لله والشكر لله إحنا لسه بنبني مصانع، ولسه بنبني في مدن جديدة، ولسه بنبني في مدارس، ولسه بنبني في مستشفيات، ولسه ماشيين في كل وعد قدمه رئيس الجمهورية بأنه هيبقى في تأمين صحي شامل، ما وقفش. هيبقى في مدن جديدة من الجيل الثالث والرابع، ما وقفتش وشغالين. هيبقى لسه في المزيد من المصانع والتجمعات الصناعية، ما وقفتش. هيبقى لسه في المزيد من استصلاح الأراضي واستزراعها وبملايين الأفدنة، ما وقفتش إلى آخره. طب أنت سايب نفسك للشائعة ليه؟ وتتوتر وتتخض وتقعد تشير في فيديوهات وتشير في بوستات، ده كلام فاضي. هيبقى في وقت إن لم تحتملوا هذه الحلقة فهتحتملوا بإذن الله حلقة بكرة، نقعد نتكلم على مش بس بقى اللي احنا كنا بنقوله خلال السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها كمان، لأنه في السنتين اللي فاتوا دول بالرغم إن كان في كورونا كانت ثمار الإصلاحات الاقتصادية قاعدة عمالة بتظهر وتتبدى أمام الجميع داخلا وخارجا، لكن كمان هقول لك على اللي جاي، على اللي جاي من انه تلاقي مؤسسات مالية شديدة الضخامة شديدة الضخامة تصدر بيانات بانها هتبدأ نشاطها في مصر في هذا العام. قول ان شاء الله هنتكلم في ده بالتحليل وبالتفصيل، بس استنونا. لكن تعال اخدك على ازاي مصر بتقدر تكمل مد واتساع دوائرها الحيوية في الإقليم الإفريقي في قاراتنا الأم وتحديدا في غرب إفريقيا، وازاي بتحوز الثقة يوم بعد يوم من إخواتها وأشقائها وشقيقتها الأفارقة، وازاي بتقدر دايما تفعل المنظور والرؤية والطرح بتاعها، فمن كان يرفضه في السابق أصبح الآن يقبل هذا الطرح بل ومصر على تبني التجربة المصرية. النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السنغالي ماكي سال، اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة. خد بالك احنا بنتكلم على غرب إفريقيا، وغرب إفريقيا منطقة شديدة الحرج، لو حبيت انك يعني ايه تعرف يا عم ايه مالها غرب افريقيا شديدة الحرج، والمد بتاع الجماعات المتطرفة في الغرب الافريقي مخيف. عشان كده انا بقولك هنا بقى ايه المقاربات، الطرح، الافكار، التجربة المصرية التي اصبحت مش قيد التجربة، بقت قيد التبني، الناس عايزة تتبناها. طيب، فكان في مباحثات منفردة ما بين الرئيسين، بعد كده عقبتها المباحثات الموسعة ما بين وفد البلدين أو ممثلي البلدين. أبرز الملفات على طاولة المباحثات التباحث حول قضية سد النهضة، واللي تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور للوصول إلى ما تصر عليه مصر دائما وأبدا، اتفاق،
خد بالك، اتفاق قانوني ملزم لا رجعة فيه، عادل لأجل مصلحة وخير الشعبين وخير إفريقيا والإقليم بالكامل، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى. أدي محور شديد الأهمية. المحور الثاني زي ما كنت بقول لكم، الغرب الإفريقي والتمدد اللي بيحصل في هذا الغرب الإفريقي من الجماعات المتطرفة دواعش ومن سوف يظهر بتسميات جديدة، لأنه فينا خلص هذه الأفكار قاعدة عمالة مستمرة، طلعت لنا شوية كان اسمها مثلا التكفير والهجرة في فترة، مرة تانية كانت النجوم من النار، مرة تالتة كانت مش عارف العائدون من ألبانيا، مرة رابعة كان اسمها القاعدة، مرة خمسة اسمها داعش إلى آخره. فيبقى تعزيز التعاون ما بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مع الأخذ في الاعتبار جهود مصر من خلال إقامة دورات تدريبية لبناء مؤسسات دول الساحل، مؤسسات تفيد الكل، مؤسسات مش مؤسسة ولا اتنين، المؤسسات داخل الجمهوريات والدول المختلفة في هذه المنطقة والقارة الإفريقية بشكل كامل وعام، طبعا بالإضافة إلى برامج مكافحة الفكر المتطرف. المسألة في المقاربة أو في الطرح المصري ليست المواجهة الأمنية وحسب، وإنما المواجهات الفكرية. يبقى إزاي بكافح الفكر المتطرف؟ في عندي تجربة في مصر تقدم بقى عن طريق مختلف المؤسسات المصرية، سواء إذا كانت المؤسسات الدينية والمؤسسات المؤسسات الفكرية، المراكز بتاعة البحث والتفكير إلى آخره. تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، وده مهم جدا، من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون ما بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة. وهلما جرى الواحد يقدر يتكلم كتير، بس خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أيضا نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بسيادتك سعادة السفير. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور صلاح. دكتور صلاح، أهمية اللقاء أو اللقاء اللي حصل النهاردة ما بين رئيس السنغال وفخامة الرئيس السيسي، وأوجه التعاون المختلفة، وإعادة بناء أو مساعدة مصر في بناء المؤسسات في الدول الإفريقية بشكل عام؟ لا شك أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة من حيث التوقيت. أولا يعني ستتولى السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من شهر فبراير القادم، وفي مواجهة تحديات عديدة بتواجه القارة الأفريقية، سواء كان في الملف الأمني أو الملف السياسي أو الملف الاقتصادي، وأيضا في الملف الاجتماعي بشقي الصحة والتعليم. لا شك أن هذه الأمور جميعا ستحظى باهتمام كبير في المرحلة القادمة، وده الموضوعات اللي تم فيها التباحث في مع بين الرئيسين، سواء في المجال الثنائي أو في المجال المتعدد ويقصد على مستوى القارة الأفريقية. يهمني جدا أن أنا أشير إلى موضوع سد النهضة بصفة خاصة، باعتباره أحد القضايا الهامة المطروحة على القارة الأفريقية، وأيضا مطروحة على المستوى الإقليمي والدولي، لأن هناك دور للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن في هذا الصدد. وإذا كان الملف في الإطار الأفريقي، فرئاسة السنغال الاتحاد الأفريقي في هذه الفترة بتكتسب أهمية بالغة، مش لأن السنغال فقط دولة ذات دولة محورية في القارة الأفريقية وفي خاصة في منطقة غرب أفريقيا، وإنما لأن السنغال لها تجربة ناجحة فيما يتعلق باستغلال دول حوض نهر السنغال مع دول الجوار، فتوصلوا إلى اتفاق لصالح الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بهذا الأمر في إطار الاتفاقات والقوانين الدولية. هذه التجربة الناجحة الرئيس السيسي أشار إليها في حديثه أمام الأمم المتحدة في عام 2018، وقال إن الأساس حل أزمة سد النهضة إذا كان المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، وإنما أيضا فيه اعتبار آخر وهو الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، تجربة ناجحة لدول متشاطئة على نهر دولي، وكان يقصد آنذاك موضوع نهر السنغال. بالتالي رئاسة السنغال للاتحاد الأفريقي ستنقل
بالقطع هذه التجربه في المباحثات، باعتبار انه ان نهر النيل الازرق نهر دولي ويطبق عليه القوانين الدوليه والاتفاقات الدوليه والمواثيق الدوليه ايضا. فبالتالي هذه الزياره وهذه المشاورات التي جرت بسبب قضيه سد النهضه، من المؤكد ان سيكون هناك اتجاه قوي للاستجابه للمطلب المصري والسوداني للتوصل لاتفاق قانوني ملزم منصف وعادل لعمليه الملء والتجهيز، اتساقا مع القوانين والمواثيق والاتفاقات الدوليه فيما يتعلق بنهر دولي تتشاطئ عليه كل من مصر والسودان واثيوبيا، وان التنميه تكون للطرفين وليس لطرف واحد، مراعاه لمصالح الاطراف الاخرى التي الرؤيه الاسيويه بتهدد الوجود والحياه وتزعزع الامن والاستقرار. النقطه الثانيه فيما يتعلق وكان لها اهميه في هذه المباحثات وموضوع الاعتبارات الامنيه طبعا، سواء كانت في منطقه الساحل او منطقه القرن الافريقي او بصفه عامه في القاره الافريقيه. وهنا يبدو الاهتمام الكبير ومحاربه الارهاب بالفكر وليس فقط بالوسائل الاخرى المعروفه التي بتهدد الامن والاستقرار. السنغال لها دور يعني حيوي في هذا الصدد، لانها صحيح. دوله يعني بتتبنى التوجه الاسلامي المعتدل او الوسطي، ولها دور كبير في هذا المجال في الاطار الثقافي. ولذلك كان هناك اهتمام في العلاقات الثقافيه بين البلدين في هذا الصدد، وخاصه فيما يتعلق ببناء القدرات، وخاصه فيما يتعلق بالمجال التعليمي عبر بعثات الازهر التي تتسع بها السنغال، وايضا فيما يتعلق بالمنح الدراسيه التي تمنح لابناء السنغال في الازهر الشريف، الذي يطلع بدور حيوي في محاربه الارهاب من خلال الفكر الاسلامي المعتدل. عظيم. النقطه الاخرى فيما يتعلق بالارهاب ايضا، ايوه، هناك دعم لمصر فيما يتعلق بمنطقه الساحل ومنطقه القرن الافريقي، ايوه، في مواجهه الارهاب. منطقه الساحل بصفه خاصه تقع بالقرب من السنغال، وهناك مخاوف من ان تمتد النشاط الارهابي الموجود في هذه المنطقه الى دول الجوار ومنها السنغال، وبالتالي هناك دعم من جانب مصر واتفاق تعاوني ما بين مصر والسنغال في هذا الصدد، خاصه وان هناك تواجد لقوى اجنبيه في منطقه الساحل لمواجهه الارهاب، على الاقل خاصه بالنسبه على سبيل المثال فرنسا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه بل والامم المتحده. اذا هذا التعاون هو تعاون ثنائي ويمتد الى تعاون اقليمي ودولي لمكافحه الارهاب في هذه المنطقه، وايضا في منطقه القرن الافريقي، على اساس ان الصومال ايضا تواجه مثل طبعا هذا عندها تحدياتها طبعا في هذه المنطقه ومنطقه صحيح. البحر الاحمر صحيح. اما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه فنعتقد ان هناك دخل كبير جدا في هذا الصدد، لان اولا مصر هناك لها دور كبير في السنغال واتجاه قوي لتنامي وتعظم هذا الدور، خاصه في مجال البنيه التحتيه والطاقه، وايضا المجال الزراعي وبناء القدرات، وايضا فيما يتعلق حتى بالمجال الصحي وتوفير اللقاحات وتوفير التمويل اللازم وانتاجها وتحديث النظم الصحيه وبناء القدرات في هذا المجال ايضا. انا اعتقد ان موضوع الاهتمام بالمجال الطبي ومواجهه جائحه كورونا كان من الموضوعات التي شملها هذا الاهتمام. اود ان اشير ايضا ان منذ فتره قصيره كان هناك يعني تقرير لمجلس الوزراء المصري بتوجيهات من الرئيس السيسي طبعا للاهتمام بالقاره الافريقيه بصفه عامه فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه والتجاريه والتركيز على منطقه غرب افريقيا. وفي هذا الصدد يعني كان هناك تركيز على السنغال بصفه خاصه باعتبار انها احدى الدول الواعده فيما يتعلق بالنشاط التجاري. هو اهتمام مصر بغرب افريقيا كان شديد الوضوح، يمكن كمان خلال سنه 2021 كانت شديده الوضوح الحقيقه خلال هذه الفتره الماضيه، اصبحت جليه امام الجميع. انا بشكرك جدا سياده سفير دكتور صلاح حليمه مساعد وزير الخارجيه الاسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه. معانا ايضا كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ العزب الطيب الطاهر كاتبنا بالاهرام، اهلا بحضرتك يا استاذ.
اهلا بيك. ازاي صحة حضرتك؟ وحشنا. تمام الحمد لله، وانت كتير والله. الله يخليك استاذ. يمكن واحنا بنتكلم على اللقاء النهارده ما بين الرئيس السنغالي ماكي سال وما بين فخامه الرئيس السيسي، كانت على طاوله المباحثات العديد من الملفات المهمه، بس لعل اهمها وابرزها لدى المصريين الحديث حول سد النهضه. وهنا يجي السؤال، هل باتت مش بس السنغال ولكن باتت جموع الدول الإفريقية يعني أو أصبح لديها رؤية واضحة حول عدالة القضية المصرية؟ كان في الماضي لدينا أحيانا خطاب جائر وغير صحيح وغير حقيقي عن أنه مصر لا تهتم بالتنمية للشعوب الإفريقية وللدول الإفريقية أيا كانت. الآن ويمكن خلال السنتين اللي فاتوا بالتحديد، مصر أثبتت بما لا يدع أي مجال للشك اهتمامها بأشقائها الأفارقة، اهتمامها بالتنمية الاقتصادية والصناعية وعلى مختلف المناحي، بل واهتمامها حتى بالرعاية الصحية في إفريقيا. وهنا يجي السؤال، هل تعتقد أنه ما سوف يحدث في 2022 مبشرا إلى درجة الإثمار؟ يعني هكذا نأمل نحن، وخاصة أن الجهد المصري، الدبلوماسية القمة التي تنتجها مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الدبلوماسية التي تمارسها وزارة الخارجية والوزير سامح شكري، والحركة النشطة باتجاه إفريقيا. الآن هناك انفتاح واسع على القارة الإفريقية، ليس فقط على دول حوض النيل، وهي يعني دول حظيت بتحرك كبير في خلال الاعوام الاخيره. صحيح. لكن الانفتاح الان على مناطق افريقيه متعدده، والان التركيز على غرب افريقيا، وبالتالي تحرك مصر بهذا الاتجاه على كل هذه المستويات يؤشر الى ان هناك رغبه مصريه في حشد جميع جهود افريقيا للوقوف الى جانب حق كل من مصر والسودان في مسألة سد النهضة، خاصة أن أصيب حوات على المدى السنوات المنصرمة واستغلالا للوبيهاتها في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض الدول حتى العربية للأسف، استطاعت أن تحشد رأيا مناهدا للرؤية المصرية. ولكن التحرك المصري العقلاني المتزن الذي يتمسك بالقانون الدولي ويتمسك بالمصالح ويتمسك أيضا بمصالح الشعب الاثيوبي في التنمية ومصالح الدول المطلة على النيل كلها في أن تحقق تنمية بشرط أن تحافظ على حقوق الآخرين. وهذا هو المنحى الذي رأيناه في اجتماع القمة اليوم مع الرئيس السنغالي وفي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجزائري قبل أيام. صحيح. في قمة القاهرة، وهو ذلك بات يشكل صلب المحدد المصري في التعامل مع سد النهضة. نحافظ على التنمية وعلى حقوق الشعب الإثيوبي وعلى حقوق الشعوب المطلة على النيل، في نفس الوقت تحافظوا على حقوقنا لأنها تمس أمننا الوطن القومي. وبالتالي يعني عندما يردد الرئيس تردد القيادة المصرية باستمرار عبارة الأمن المائي المصري جزء من الأمن القومي لها، دي عبارة بالغة الدلالة، لها دلالات عليكم أن تدركوا أن هذا الأمن لن يقبل المساس به. وفي الوقت نفسه نحن معكم، ورأينا التوجه المصري نحو تقديم البدائل التنموية إن صح التعبير حتى داخل الأسبوع نفسها في فترة من فترات، وإن كانت الأمور في الفترة الأخيرة توقفت نتيجة الصراعات العسكرية داخل الأسبوع وصراع ونزاعات النظام مع تجري وغيرها من الأقاليم. صحيح. في أسبوع، ولكن التمدد أو الانبعاث المصري باتجاه القارة الإفريقية باتجاه دول حوض النيل والتركيز على التنمية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة بات يشكل ملمحا أساسيا، وأعتقد أن ذلك كما جرى اليوم في قمة القاهرة بين رئيس السنغالي ورئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقود بالضرورة إلى مردود إيجابي لصالح حصول مصر على حقوقها غير منقوصة، وتتمثل كما ذكر الرئيس في اتفاق ملزم قانوني ملزم وفق جدول زمني لمسألة سد النهضة حتى لا يكون هناك
غبن يتعرض له الشعب المصري ولا حقوق مصر ولا حتى حقوق أستاذ الشعب الاثيوبي. بهذا الكلام يعني تعتقد انه من الوارد ان نشهد هنا من باب التحليل بقى انه استاذ عزب يعتقد انه سوف تبدي اثيوبيا المزيد من المرونه والمزيد من الانفتاح عند بدايه الجلوس في مباحثات جديده ومشاورات جديده بعد كل ما شهدته سواء اذا كانت اثيوبيا او سائر القاره الافريقيه من التوجهات شديده الوضوح من قبل مصر التي لا تمانع بل بالعكس هي تدعم أي شكل من أشكال التنمية الاقتصادية أو التنمية بشكلها العام في إفريقيا؟ يعني في ظل نجاحاتها التي تحققت خلال الفترة المنصرمة عبر عقد سلسلة من القمم والاتصالات المصرية كما ذكرت على مستوى القمة ومستوى وزارة الخارجية مع دول إفريقية وآخرها السنغال، والتي سوف ترأس القمة الإفريقية ستعقد في فبراير المقبل وستكون رئيسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، والسنغال كما رأينا اليوم منسجمة مع الموقف المصري يمكنها من خلال ترأسها للاتحاد الإفريقي أن تمارس لا أقول ضغوطا ولكن أشكالا من الإقناع إضافة إلى أطراف إفريقية أخرى منحازة للموقف المصري أو نقول منحازة للحقوق المصرية. وبالتالي أنا أظن أن عام 2022 سيحتحس فيه انفراجة ولكن لا أقول اتفاق حتى نكون يعني واقعيين، لأن الجانب الإثيوبي ما زالت لديه قناعات للأسف يتمسك بها ضمن خطابه السياسي الموجه للداخل، وبالتالي يريد هو أن يكسب شعبيا على حساب أزمة سد النهضة ودون أن يضع في الاعتبار يعني حقوق الآخرين، ولكن في ظل الضغوط الإفريقية تحديدا وأيضا الصلابة المصرية في التمسك بموقفها فضل عن ضغوط إقليمية ودولية باتت واضحة، أو نقول لا أقول ضغوط ولكن محاولات إقناع باتت واضحة، سوف تمكن الجانب الإثيوبي من أن يحدث قدرا من أقول قدرا من المرونة وليس المرونة الكاملة، ربما يقود ذلك فيما بعد إلى أن يجلس الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات على أسس جديدة تحقق مصالح الجميع، وهذا هو المنهج المصري الذي تتفق أيضا معه السودان. صحيح. أنا بشكرك جدا كاتبنا الكبير أستاذ العزب الطيب الطاهر، شكرا جدا على هذا التحليل. وكما قال أستاذ عزب في ختام الكلام سوف تشهد 2022 انفراجات، ما بنرتفعش بسقف الطموحات أو إن كان أنا عندي إحساس نحن ممكن نرتفع جدا بسقف الطموح، هستأذنكم مجرد إحساس والله، هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. يا الاخل وساخل الاخل 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 الاخل، حد بيقول لي واحنا بعد ما انا كنت بقول عندي يا جماعه احساس انه ايوه نرفع سقف توقعاتنا وكده، في حد من زمايلي بيقول لي الاحساس جاي منين يا يوسف؟ قلت له الاحساس جاي من ايمان حقيقي، والله بتكلم بجد، بحاجتين، اولا بقدرتنا كدوله ان احنا هنقدر نحل المساله، وده بجد مش هزار، وفوق كل ده بالتاكيد ربنا سبحانه وتعالى واخد بلدنا دي بالذات بالحضن دونا عن كل الكرة الأرضية، هي محلولة محلولة، فإحساسي جاي كده إيمان بمحبة وحماية ربنا لمصر، وإيمان بقدرتنا دولة على بعضها، مؤسساتها، الرئاسة، الخارجية، كل مؤسساتها، كل حاجة، شعبها هذا الشعب العظيم، شعب عظيم لا بيضحك عليه ولا بيخاف ولا بيتوتر خالص، شوف بلد عمرها طبقا لا من وجهة نظري أهم المؤرخين مانيتون السمنودي 8260 سنة، البلد دي واقفة على رجليها وهتشوف، ولا في زيها بلد ولا هيبقى في زيها بلد ولا في زيها شعب ولا هيبقى في زيها شعب. يوسف أنت متعصب للمصريين؟ لا أنا مش متعصب للمصريين، إن كان التعصب للمصريين هو تعصب محمود يعني، لكن لا هبقى أحكي لكم حدوتة كده في التاريخ، كل حدوتي هحكيها بكرة بكرة، بس علشان فعلا عندي حاجات كتير جدا عايز أتكلم عليها النهاردة، وعايز نتكلم على مسألة النبرة العالية
ووتيرة التهديدات المتبادلة المتصاعدة فيما قد تطلق عليه ما بين قوسين وهم مهمين، التهديدات بتاعت أوكرانيا روسيا، روسيا أوكرانيا، هل هتشهد أوروبا حربا جديدة؟ خلوني أسأل هنا ضيفنا العزيز عبر التليفون دكتور أيمن سمير، خبير الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية بالأهرام. دكتور أيمن أهلا بيك أولا. أهلا بيك يا أستاذ يوسف وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. هبدأ بسؤال يبدو فيه تقرير، ألا وهو ألم تنتهي أو لم ينتهي عصر الحروب الكبرى؟ في الواقع لا، يعني المؤشرات بتقول أن ممكن تبدأ حروب كبرى ليست فقط في أوروبا لكن حتى في أخرى من العالم فيها توتر شديد، زي مثلا منطقة بحر الصين الجنوبي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وحلفائها طبعا وما بين الصين من جانب آخر. الأكثر من كده وأكبر شاهد يؤكد أن فكرة الحروب الكبرى يمكن تحدث في أي وقت فكرة التحالفات الكبرى. الآن الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل تحالفات فيها دول عظمى لديها إمكانيات ضخمة. شوف التحالف تم الإعلان عنه، تحالف الأوكوس اللي بيضم الولايات المتحدة الأمريكية مع أمريكا المتحدة مع أستراليا بهدف أن يكون لديهم صواريخ يعني سفن تعمل أو يعني لديها صواريخ نووية تعمل في المحيط الهندي وفي المحيط الهادي. نفس الأمر هناك تحالف آخر، تحالف الكواد اللي بيضم الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الهند ومعها اليابان ومعها أيضا أستراليا. النهاردة نشر القوات الروسية في بيلاروسيا حديث أيضا عن توحد أو وحدة ما بين روسيا وبيلاروسيا لشكل التحالف ضد الدول الأخرى أو ضد دول ما يسمى بالجناح الشرقي في أوروبا. وبالتالي الحروب الكبرى ربما تناساها البعض في بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، لكن أنا في تقديري هذه الحروب تطل من جديد ربما بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السابق، ربما بأدوات مختلفة، لكن أيضا هناك أيضا أدوات جديدة. يعني مثلا فكرة استخدام القنابل النووية زي ما استخدمت في الحرب العالمية الثانية أصبحت مستبعدة، لكن الآن هناك حديث عن ما يسمى بالقنابل النووية استراتيجية. هي قنابل صغيرة من حيث الحجم لكن تأثيرها مدمر مساحة أقل مما كان عليه الوضع في اليابان. وبالتالي الفكرة من حيث المبدأ هي فكرة موجودة، وما يجري في أوكرانيا أو على ما بين أوكرانيا وروسيا، نعم أنا في تقدير الحرب يعني مستبعدة وبعد الحرب بنسبة كبيرة جدا، لكن أيضا سيناريو الحرب مطروح حتى وبنسبة صغيرة. في تقديري ظروف الحرب ليست مثالية كل الأطراف، ليست مثالية لروسيا، ليست مثالية لأوكرانيا والدول الأوروبية، أيضا ليست مثالية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الغربيين. الرئيس بايدن نحن النهاردة شهر يناير لديها عام كامل في البيت الأبيض لم يحقق أي إنجاز لا في الداخل ولا في الخارج. أوروبا بتعاني من مشاكل الغاز ومشاكل الإمداد في المواد الغذائية وفي الطاقة وفي غيرها وفي مشاكل كثيرة جدا وغير مستعدة للحرب على الإطلاق. نفس بالنسبة لروسيا، الاقتصاد الروسي بالكامل يساوي اقتصاد ولاية فيها الولايات المتحدة الأمريكية وهي ولاية نيويورك، واحنا كلنا عارفين ان التحول في الطاقه في العالم هيتحول بعيدا عن الغاز والطاقه في المستقبل. غالبيه الصادرات الروسيه هي صادرات من الغاز والنفط، بالتالي ليس لدى يعني روسيا الرفاهيه في الدخول في حروب جديده واستنزاف وما الى ذلك. وبالتالي في تقدير كل الاطراف بتحاول ان تحقق اهدافها لكن دون الدخول في حرب. حلو جدا. طيب ما هو ده بيخليني هرجع بالذهن لورا، يعني على سبيل المثال كانت هناك أزمة لا تقل حجما عن الأزمة الحالية وهي أزمة روسيا الاتحادية جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، وحصل بالفعل تمركز لقوات بل واحتلال لجانب كبير من جورجيا، وفي النهاية خالص تم تصفية هذه الأزمة وتم وقد هذا الصراع وكل واحد رجع مكانه زي ما بيتقال. فلماذا نتوقع أن هناك حربا آتية؟ يعني أنا برضو بفكر مع حضرتك بصوت عالي، كان عندي هذه الأزمة أزمة أوسيتيا وفي الآية خالص خلصت على المفيش. من ناحية تانية أي حرب لازم يكون في حد عنده نية أنه يكسب من وراها شيء، زي الألمان في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية مع إشعال فتيل الحربين يعني، وفي الآخر خالص خسروا، لكن
في هناك شيء ما يدفعهم دفعا، ألا وهو تحقيق مكاسب من ناحية، ده في الحرب العالمية الأولى، في الحرب العالمية الثانية التخلص من تكتلات من الديون تسببت فيها معاهدة فرساي. فيجي السؤال، ومن يريد الحرب لتحقيق مكسب ما؟ قد يكون روسيا عايزة تاخد حزم من الوعود إذا صح التعبير، متعلقة بشكل العلاقات الاقتصادية ما بينها وما بين الأوروبيين، ولا إيه؟ لا، هو روسيا أعتقد أنه تم يعني خيانتها في وعد مهم جدا متعلق بحلف الناتو. حلف الناتو كان قدم وعد لروسيا سنة 1999 في وثيقة أطلق عليها وثيقة إسطنبول، وأيضا في اتفاقية أخرى في وثيقة الأستانة 2010، بأن حلف الناتو لا يتمدد شرقا، وأنه يبقى حلف الناتو عند حدود 1997. منذ ذلك التاريخ طبعا حلف الناتو لم يتوقف عند هذا الامر، وبيعتبر ان من حق الدول انها تنضم لاي تحالف تريده، سواء كان حلف الناتو او غير حلف الناتو. لذلك الرئيس بوتين بيعتقد ان حلف الناتو بيقترب بشكل كبير جدا من الحدود الروسيه. واكثر مشكله خلقت هذه الازمه التي نحن بصددها مشكله اوكرانيا وجورجيا. الان حلف الناتو عارض على اوكرانيا وعلى جورجيا كل حلف الناتو. روسيا بتقول ان الصواريخ الان، الصواريخ المتوسطه والصواريخ القطريه، تستطيع ان تصل الى الاراضي الروسيه في خلال 14 دقيقه. لو انضم اوكرانيا وجورجيا الى حلف الناتو، الصواريخ سوف تصل الى الاراضي الروسيه في خلال 4 دقائق. هذا الامر هيعمل تحدي لمنظومه الدفاع الصاروخيه الروسيه، سواء الاس 400 او حتى الجديده الاس 500، وبالتالي قد لا يستطيع مواجهه هذا الامر. الوضع العسكري في الحالي هو لصالح روسيا بامتياز. يعني في تقرير عملته راند او مؤسسه راند قدمته لوزاره الدفاع الامريكيه، قالت بالنص ان لو اندلعت في هذا التوقيت سوف تجتاح روسيا ليس فقط اوكرانيا، لكن يمكن ان ايضا حتى شرق اوروبا بما فيها دول البحر البلطيق الثلاث في خلال 6 ايام، وتمنع القوات الغربيه والامريكيه من الوصول الى البحر في خلال 12 يوم. هذا الأمر هذا ليس يتعلق برئيس بايدن، لأن معروف أن حلف الناتو أهمل أوروبا وشرق أوروبا خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن والرئيس أوباما، لأنهم كانوا مشغولين بالحرب على الإرهاب ونسوا الجبهة أو الجناح الشرقي في حلف الناتو. الاتحاد الأوروبي ومعاه حلف الناتو معاهم الولايات المتحدة الأمريكية بيريدوا تصحيح هذا الوضع حتى 2025، لكن في الوضع الحالي 2022 الوضع الميداني بشكل كامل هو لصالح روسيا بامتياز. علشان كده يمكن رئيس بايدن والبيت الابيض قال لو اندلعت حرب لن يتدخلوا، لان هم عارفين ان هذه الحرب سوف تكون يعني بشكل عام تخسر فيها الولايات المتحده الامريكيه. لكن لذلك هم بيشوفوا ان خيار الدبلوماسيه يمكن ان نحل المشكله، اولا ان دفع مزيد من المساعدات العسكريه للاوكرانيين وتصعيب الامر على روسيا قد يقنع روسيا في النهايه بعدم الدخول فيها، لانها سوف تكون مكلفه على المستوى الميداني وعلى المستوى العسكري. في تقديري في النهايه الولايات المتحده الامريكيه ولا حتى الاوروبيين لا يرغبوا في هذه الحرب طبعا. يعني انظر مثلا الى المانيا، المانيا عندما قالوا لها فرعي الاوكرانيا قدمت خوذ، يعني لم تقدم حتى بندقيه واحده او سلاح واحد الى اوكرانيا. لكن هناك في بعض الدول في اوروبا وتحديدا في الجناح الشرقي، هذه الدول لديها مشاكل قديمه عقد سياسيه ونفسيه من ايام الاتحاد السوفيتي، وتريد الانتقام من روسيا وتشعر بخوف ايضا من روسيا. روسيا لم تستطع ان تقدم لهم الطمأنينه والضمانات، وفي نفس الوقت هم لديهم عقد تاريخيه تجاه الاتحاد السوفيتي السابق ووريثته روسيا الحاليه. لذلك هؤلاء هم من يدفعون أو يؤيدون بطريقة أو بأخرى الحرب، ربما تكسر يعني شوكة بوتين في وجهة نظرهم، أو تقلل من اندفاعة روسيا تجاه الضغط عليهم أو ما إلى ذلك. لكن أنا في تقدير حتى كل الأوروبيين بيفهم، حتى الدول الغربية أو الجناح الغربي في حلف الناتو زي فرنسا، يعني الرئيس ماكرون رئيس عاقل ورئيس حكيم ولا يريد حرب. حتى المعارضين في الدول الأوروبية، يعني مارين لوبين مثلا في المعارضة الفرنسية لا تريد حرب، ماتيو سالفيني مثلا في إيطاليا لا يريد الحرب، حزب الحرية في النمسا لا يريد الحرب. غالبية الشعوب الأوروبية تكره الحروب، وهي عانت من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. لذلك بينظر إلى هذه الحرب إذا اندلعت أنها سوف تكون حرب بالوكالة،
وكلاء عن الولايات المتحدة الأمريكية لخوض حرب ضد روسيا. لذلك بتحاول روسيا بكل إمكاناتها أن تكون الحرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لو قامت بالفعل حرب مباشرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية النتيجة كلاهما سوف يخسر بالتأكيد، لكن الفائز أو نهاية هذه الحرب سوف تكون إعلان للصين أن تصبح هي الدولة الأولى في العالم. المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تريد هذا الأمر، لكن أيضا اللي بيدفع ناحية خيار الدبلوماسية وأن الحرب لن تندرع يعني في تقديري الموقف الصيني أيضا. كما تعلم أستاذ يوسف الشهر القادم سوف تكون هناك افتتاحات للأولمبيات الشتوية في الصين، وليس من مصلحة الصين أن يتم افتتاح هذا الأمر الذي انتظروه منذ سنوات طويلة، أن يتم افتتاحه وقع حرب كبيرة في أوروبا. لكن لو تسمح لي أستاذ يوسف، في رسالة مهمة جدا للدول العربية في هذه المنطقة. يهمنا في المنطقة، في منطقة البحر الأسود في هذه وفي أوكرانيا وفي روسيا وفي هذه المنطقة أمرين. الدول العربية لديها 10,000 طالب يدرسوا في أوكرانيا، وبالتالي الدول العربية لابد أن يكون لديها تصور تعامل مع هؤلاء الطلاب، سواء إجلائهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى في حال اندلاع الحرب واحدة. الأمر الآخر، الدول العربية من أكثر دول العالم استيرادا للقمح من هذه المنطقة، لأن القمح من هذه المنطقة من أرخص أنواع القمح في العالم. هذه الدول العربية لابد أن يكون لديها، لا أقول بدائل، لكن على الأقل خيارات مكملة في حالة لو اندلعت هذه الحرب، لأن هذا الأمر سوف يدفع التأمين على السفن في هذه المنطقة، وبالتالي يعني على امدادات القمح للمنطقه العربيه. طب دكتور ايمن، يعني هو صحيح انا طولت مع على حضرتك حبه، بس انا محتاج حته كمان. يعني على سبيل المثال، هو انا اظن انه اذا لا قدر الله اندلعت حرب، وانا عشان كده انا بستبعد فكره وجود الحروب الكبرى، ويمكن يبقى في حرب بالوكاله على نطاق شديد الضيق، هو الامريكان هيصبحوا اكبر الخاسرين، لانه ما بين روسيا وما بين الولايات المتحده الامريكيه عبر الشمال والطرف الاخر من المحيط الهادي هي دقائق معدوده، ودي تبقى اول مره امريكا تخش حرب على ارضها لو اندلعت حرب مباشره. ايضا الاوروبيين زي ما حضرتك ذكرت هم رافضين. الجزء بتاع الشرق الاوروبي اللي عنده مشكله الوصايه السابقه من الاتحاد السوفيتي، ده اللي بيخليني بسال انه اليس من الاجدى بانه، او قد يكون من المتوقع انه القصه كلها روسيا تريد حزمه جديده من الوعود غير المنكوصه، وده المهم جدا. مسألة برضو أصححني أنا غلط، مسألة القنابل النووية الصغيرة محكومة التأثير هي موجودة، يعني سيبنا من البلد اللي عملتها، بس هي موجودة تقريبا بقى لها أكتر من 25 سنة وما فيش حد استخدمها، ولا أظن أن حد هيستخدمها عشان برضو ما ننجرش في حرب. الصين، وبرضه بفكر بحضرتك لسه بصوت عالي، يعني ده مش تحليل، انت المحلل، لكن الصين ايضا هتصبح اكبر الخاسرين لو حصلت حروب، يعني مش بس امريكا، لانه في هذه الحال هتتوقف حركه الملاحه الدوليه في اكتر من بقعه شديده الاهميه في العالم، وده اللي ياثر على الاقتصاد الصيني بسلب شديد. وبالتالي يجي هنا السؤال، ومين هم الوكلاء اللي هيخشوا قدام بعض؟ هو مش فاضل حد. أظن هتبقى تمركزات عسكرية، تهديد وتهديد وتهديد، ثم الوصول إلى حل دبلوماسي وحزم مساعدات، ولا أو أسف، حزم من الوعود مش مساعدات. يعني صحيح، يعني أنا بميل لما قلت أستاذ يوسف بشكل كبير فعلا، لأنه أولا من ضمن حتى نتيجة للسجال والنقاش ما بين الطرفين، هناك الآن فكرة استئناف أو العودة مرة أخرى لاتفاقية تسمى اتفاقية الـ INF. اتفاقية الـ INF وقعها الاتحاد السوفيتي السابق مع أمريكا سنة 97، وانسحب منها الرئيس ترامب ورئيس بوتين في أغسطس 2019، وهي تتعلق بالصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. أنا في تقديري حتى هذه الأزمة يمكن أن تخلق فرصة لعدم العودة للحروب وإيجاد مساحة للتعاون مرة أخرى. لكن فيما يتعلق بالوكلاء، الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر أن مثلا أن أوكرانيا يمكن أن تقوم بهذه الحرب بدلا منها، أن بعض الدول في أوروبا تحديدا دول بحر البلطيق الثلاثة وهذه الدول شديدة العداء بالنسبة لروسيا يمكن أن تقوم بهذه الحرب بدلا منها. ينظروا أيضا لبولندا، يعني بولندا لديها عداء تاريخي مع روسيا، والميديا البولندية ضد روسيا بشكل كبير للغاية، يمكن أيضا أن تشكل
يعني كل هؤلاء يمكن ان يشكلوا مساحه وارض تنطلق منها الحرب ضد روسيا، لكن هناك حتى دول في المنطقه ضد هذه الحرب، يعني دوله زي هنغاريا او المجر، المجر اعلنت اليوم انها لا تريد استقبال مزيد من القوات الامريكيه حتى لا تفهم روسيا انها مساحه للحرب. صح. لكل ذلك الجميع خاسر من الحروب بما فيهم الصين، وبالتالي انا براهن دائما على الحكماء سواء في روسيا او في الولايات المتحده الامريكيه لتجنب خيار الحرب، ويمكن الوصول لكل الاهداف بما فيها حتى الأهداف الأمنية من خلال النقاش والحوار النقاش الدبلوماسي والسياسي مما لا شك فيه. أنا بشكرك جدا دكتور أيمن سمير خبير الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية بالأهرام. وإذا كان في مشكلة قمح أنا شايف أن احنا نقدر جدا نشتغل على المزيد من الاستثمار في الزراعة في مصر تحديدا، والمزيد من اتساع رقعة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح في مصر، سواء إذا كان بالاستثمار الوطني المصري الخالص المحض أو باستثمارات مشاركة ما بيننا وما بين دول المنطقة هنا على الأرض المصرية، فهي الأرض الأكثر إنباتا للقمح، كانت في زمن من الأزمنة هي سلة القمح أمام العالم كله يعني. طيب خلوني أرجع مرة تانية إلى مصر، وفي إنجاز لم يتحقق من 26 سنة اتأهل منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة لمونديال كاس العالم، واللي هيقام إن شاء الله في دبي الإمارات العربية المتحدة السنة دي 2022. هذا الإنجاز لم يتحقق من 26 سنة لمنتخبنا بعد الفوز بلقب البطولة الإفريقية والتي أقيمت بإثيوبيا. الفوز ده يا جماعة جه بعد ما فزنا على منتخب جنوب افريقيا في المباراه النهائيه، كانت النتيجه 60 مصر 58 جنوب افريقيا، تقديم اداء شديد القوه والبراعه والروعه من قبل المنتخب المصري. معانا على التليفون كابتن عادل شريف رئيس بعثه منتخب مصر لكره السله للكراسي المتحركه. الف 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 ديشليون مبروك يا كابتن. متشكرين يا استاذ يوسف، ويعني انا بشكرك وبشكر جمهورك الكبير، وسعادتك طبعا دايما سباق، ده واجبنا وعلى راسنا اظهار ربنا يخليك. احنا بنهدي للكأس البطوله لفخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وبنهديها للشعب المصري كله، وبنهديها لكل مخلص زي الاستاذ يوسف. العفو يا دين النبي على الخط اللي قطع. على كل انا بس عايز يعني احنا بنهني الفريق بتاعنا والفرقه بتاعتنا وبعثتنا اللي راحت لعبت في اثيوبيا تهنئه حقيقيه. عايزين كمان نضم في التهنئه بتاعتنا كابتن محمد رشاد وكابتن محمد فرج وكابتن الحسن ياسر صدقي، وانا عارف انهم قاعدين جنب كابتن عادل شريف على حسب ما انا يعني متوقع واظن واستجلي قدر الامكان يعني. فعايزين بس نقول لهم كلهم حقيقي الف مليون مبروك، وكلام كابتن عادل شريف الحقيقه ومجاملته لينا يعني على راسنا من فوق شبكه وحشه جدا. اتمنى كابتن عادل يعني اذا كنت شايفنا دلوقتي عبر الشاشه فنستاذنك انه تنورنا او تنورونا قدر المستطاع على قد ما يساع الاستوديو، احنا نتشرف تنورونا في البرنامج، هنبقى سعدة جدا ومتشرفين وفخورين بيكم جدا. وزي ما بتتأهلوا للمونديال بإذن الله إن شاء الله وتطلعوا دبي بإذن الله هترجعوا لنا بشوية ميداليات، أنا متأكد إنكم هتتصدروا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نروح لخبر تاني حلو، وهو بشرى لأهالينا وإخواتنا المصريين الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أكدت وزارة القوى العاملة إنه سلطات المملكة العربية السعودية خدت قرار بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بإذن الله من دون رسوم. من دون ايه؟ رسوم. مفيش مقابل مالي لحد يوم 31 مارس 2022، يعني قدامنا فبراير كله وعندنا مارس كله، شهرين اهو ماشي. احنا لو تتذكروا كان اخر ميعاد كان هيبقى بكره باذن الله سبحانه وتعالى. بكره ايه؟ لا بكره هيبقى الحد، بعد بكره يوم الاثنين 31 يناير، فتم تمديد
المهلة لحد بإذن الله سبحانه وتعالى 1 مارس. ده بموجب توجيه من العاهل السعودي صاحب الجلالة الملك سلمان عبد العزيز آل سعود. ده جه بالمناسبة ضمن تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، معالي الوزير محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي في القنصلية العامة المصرية بالرياض المملكة العربية السعودية الشقيقة. ده في إطار متابعتنا لأحوال العمالة المصرية بتاعتنا، أهالينا اللي بيشتغلوا هناك، وده من خلال غرفة عمليات شغالة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ترد على أي استفسار وتقديم أي دعم ومساعدة لأهالينا اللي موجودين هناك من عمالتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خصوصا طبعا زي ما أنتم عارفين بعد انتشار موضوع كورونا والحدوتة دي. خلوني أستأذنكم، هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل الكلام. معرض، هل ذهبتم إلى معرض الكتابة يا جماعة ولا لسه؟ أنا مش قادر أفهم، في حد لسه ما راحش المعرض؟ ده يبقى شيء غريب جدا بالنسبة لي، والله بجد أنا دايماً أقول لكم كده، معرض الكتاب ده متعة ما بعدها متعة، أنت مش متخيل، مش عايزك تبص عليها بمنطق برضو أفلام كده عبيطة بتاعة إن المثقف ده لبس نظارة كعب كوباية وعمال بيقرأ في عناوين غريبة وكتب أغرب وبتاع، مفيش حاجة اسمها كده، الثقافة دي شيء عظيم، وأتمنى إنه في يوم من الأيام الثقافة تتحول إلى شيء كول. يعني يبقى ده الشيء الكول اللي بيجرى، ان انت مثقف وبتقرا وبتحضر معرض الكتاب وبتتفرج على افلام سينما وبتحضر معارض للفنون التشكيليه وبتروح تحضر حفلات موسيقيه الى اخره. معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 53 اكبر معرض للكتاب في المنطقه، بيسجل في تاني ايام المعرض 127 الف زائر لمختلف بقى القاعات. الدورة الـ 53 اللي احنا فيها دي بتاعت معرض القاهرة الدولي للكتاب مستمرة يا سادة يا كرام لحد يوم 7 فبراير إن شاء الله. الشعار هوية مصر أو هوية مصر باللغة العربية عشان يبقى النطق سليم، بقى هنتكلم على معرض الكتاب والثقافة وما إلى ذلك. الثقافة وسؤال المستقبل. بيشارك حوالي 1063 ناشر مصري وعربي وأجنبي وتوكيلات من 51 دولة. عدد الأجنحة في المعرض 879 جناح، شوف الحجم والثراء والتنوع. كمان بتشهد الدورة الحالية إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللي بيبدأ بموسوعة مصر القديمة. الله، حلو ده قوي، حلو جدا. الى جانب ما الناس تيجي تقول لك يا جماعه ما احنا لسه الياسه، يا خبر ابيض، انا عندي الطبعه الاولى بتاعتها اللي اتعملت من هيئه الكتاب عندنا. المهم، لا اصل خلي بالك انا كمان كولكتر، يعني انا من الناس اللي بتجمع طبعات اولى، وعندي الطبعه الاولى من ايه بقى؟ ولاد حارتنا لكاتبنا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، طبعه اولى دي زمانها دي تقدر بمبلغ شيء وشويات. طبعا دي الرواية الضخمة التي أثارت من الجدل أكثره. المهم، كمان عندنا في معرض الكتاب مجموعة كبيرة جدا من كتب الأطفال، والأول مرة في تاريخ المعرض بيتم استخدام تقنيات الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي، فبتظهر شخصية الأديب العظيم يحيى حقي، وهي شخصية الدورة الحالية بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور. بالمناسبة، يمكن حتى دايما صديقي وزميلي العزيز الدكتور محمد يونس يشهد ان انا من الناس اللي هي شديدة الاعجاب بادب يحيى حقي، ويمكن كنا الاربع اللي فات او التلات، فكرنا يونس، التلات كنا بنتكلم على البوسطجي ليحيى حقي والقدرة او العبقرية الغريبة بتاعت يحيى حقي في صياغة وغزل الشخصيات، ولما تم تحويل الرواية إلى فيلم سينما عبقرية صلاح منصور في هذا الفيلم طبعا زي عبقرية بالتأكيد شكري سرحان. وكنا بنتكلم حتى على المشهد بتاع صلاح منصور وهو بيقتل بنته، ما بين الانتقام اللي كان بادي على وشه جدا
وفي نفس الوقت حبه لبنته الوحيده، وكانت وحيدته في الفيلم وفي الروايه ايضا يعني. بس هنا هرجعك على قدره يحيى حقي على صياغه الشخصيات، وازاي يقدر يبني التفاعل النفسي بتاع الشخصيه. اقراوا ليحيى حقي بعمق بالمناسبه، بعمق. طيب، وزوروا المعرض، ده نصيحه خالصه لوجه الله. فسحه حلوه، مفيده، ممتلئه بالجمال والثقافه والجمال. لو عمرك ما رحت معرض الكتاب قبل كده، او ما كنتش من هواه القرايه قبل كده، انا بقول لك ابدا هذه الهوايه، واعتبرها مش مجرد هوايه، اعتبرها طقس يومي. هتجد نفسك مستمتع وغزير الفكر، غزير، عندك غزارة في الأفكار، وعندك قدرة على السرد، وقدرة على الحكي، وعندك قدرة على إدارة الجلسات، وعندك قدرة شديدة على جذب الناس في كل الأحوال، في جلساتك مع أصدقائك، زملائك، حتى في الشغل، في أوقات الراحة هتلاقي نفسك بتتكلم في مواضيع عليها القيمة. وبالمناسبة كل ما هتقرأ أكتر، القدرة على دس أفكار عبيطة أو سلبية في المخ بتقل لحد ما تنتهي. من القراية إلى الكورة، بكرة بقى مباراة ساخنة قوية، مصر والمغرب، مباراة عربية إفريقية خالصة ذات طابع خاص، لا تقبل القسمة على اتنين في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية. شايفين احنا التدريب، الفائز في هذه المباراة هيصعد إلى نصف النهائي ويواجه الفائز في مباراة الكاميرون وجامبيا. حلو كده؟ طيب، في النهاية هي رياضة، هي كورة، يعني لازم نبقى فاهمين ان احنا بنلعب رياضة مهما كان شكل التنافس. لازم نبقى فاهمين انه لازم كلنا دون استثناء نتحلى بالروح الرياضية. طبعا صعب اقولك مثلا لو انت بتشجع منتخب مصر واخوك بيشجع منتخب المغرب، دي استحالة، ما اخوك ده بالتأكيد مصري زي حضرتك. لكن هنا بقى لو انت مثلا مصري وزوجتك مغربية او العكس، هتعملوا ايه وانتوا تتفرجوا على الماتش والتشجيع؟ هنقدر نتحلى بالروح الرياضية؟ هنقدر نبقى بنتفرج على رياضة إلى آخره؟ عندنا في مصر النموذج ده تحديدا في مدينة المحلة، زوجين مصري ومغربية بيقدموا نموذج رائع جميل للروح الرياضية. تعالوا نشوف إزاي يستقبلوا أو ينتظروا هذا اللقاء معانا على زوم، صح؟ الزوج المصري الأستاذ خالد وزوجته المغربية مدام حسناء، أهلا بيكم. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي الصحه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. والله ازيك يا استاذ يوسف؟ ازاي الصحه خالد باشا؟ النونو اللطيف ده اسمه ايه بقى؟ ولد ولا بنت؟ انا مش شايف كويس. ده ولد، ده ادهم. ادهم؟ يا ترى ادهم بقى هو اللي بيشجع مين؟ ادهم دلوقتي هو اللي هيبقى محتار او هيحتار في يوم من الايام. اكيد. ها؟ اكيد مصري. هنا طبعا مدام حسناء هتقول لا. ازيك يا مدام حسناء، منورانا يا فندم. هيشجع المغرب وهيشجع مصر. هيشجع المغرب وهيشجع مصر. طب قولوا لي هتتفرجوا ازاي بكره على الماتش؟ انا اشجع بلدي وهو يشجع بلده. اوكي. طيب، محدش فينا يزعل يا فندم. ولو مصر فازت هتعملي ايه؟ هتوزعي شربات ولا لا؟ لو مصر فازت تعملي ايه؟ والله يعني سواء مصر او المغرب كلنا الحمد لله عرب. صح. يعني والفريق القوي يفوز، مش كده برضه؟ كلنا عرب وكلنا واحد. بس انا اتمنى يعني ان الحظ يكون حليفنا وان احنا نكسب ان شاء الله. طب انا هقول لك اقتراح بقى، وانا استاذ خالد يقول هو صاحب القرار النهائي بقى. اتفضل. لو مصر فازت. اتفضل يا استاذ. لو مصر فازت توزعي شربات، ولو المغرب فازت تعملي اكله مغربي وتوزعها علينا احنا بس. لا يعني تدوقي الجيران. بس كده من عينيا. ان شاء الله هتوزع شربات، لان مصر هتفوز. شوف استاذ خالد قال لك لا، هي هتوزع الشربات. حزينه لو مصر فازت ان شاء الله بكره 2-0 محمد صلاح ومفتح باذن الله. 2-0 ده توقعاتك. طب مدام حسناء توقعاتك كام لو المغرب فازت تفوز كام؟
المغرب فازت 1-0 1-0 ان شاء الله 1-0 شايف طيبه ازاي طيبه ازاي ربنا يخليكم بعض ما شاء الله الفريقين قويين يعني ومصر يعني فريق ان شاء الله بس احنا نعمل اللي علينا واللعبه تلعب بروح لان صحيح. لحد ماتش كوت ديفوار ما كانش في روح يعني انا حاسس لحد كوت ديفوار ما كانش في روح ما عندناش روح مش عارف نمشي في الملعب ليه والله بص هو انا كنت عاجبني يعني عجبني الماتش بصراحه كان سخن برضه كان سخن لكن هو كان حلو بس ها قول الفرقه دي يا استاذ يوسف الفرقه دي يا استاذ يوسف كانت بتعمل لنا الف حساب يعني احنا كنا بنقابل الفرقه دي كوت ديفوار او اي فرقه من شمال افريقيا المغرب تونس الجزائر كان بيعمل لنا الف حساب دلوقتي اللعبة بتنزل يعني يقسموا عليك بيلعبوا عليك كوره لا مش قوي لان مفيش شوف يعني مفيش عايز الحق يعني الفرقه بتاعت المغرب منهم من دول 32 فرقه المغرب فرقه تقلق احنا عدينا منهم من دول 32 احنا عدينا بدعواتنا يعني احنا عدينا بدعوات ونعم بالله سبحانه وتعالى يعني يستجيب للدعاء بس فرقه المغرب وانا استاذ حسناء طبعا هتايدني فرقه المغرب فرقه شديده وتقيله ربنا يستر ويتخاف منها بصراحه ربنا يستر هو هي لو غلبت هصفرك هو احنا اكيد بنتمنى ان احنا بقى يعني طبعا نفوز 2-0 و3-0 بس هو حقيقي الفرقه شديده والفرقه جامده واحنا هنشوف باذن الله بكره ماتش زي الفل ويترفع العالمين ويبقوا عالمين زي الفل اشقاء في الوطن العربي اشقاء في القاره الافريقيه ربنا يديم المحبه ويخليكوا دايما لبعض ويكتب لكم دايما الخير والمحبه والسعاده وسلم لنا على الأستاذ أدهم المشجع الصغير شكرا جدا أستاذ خالد شكرا جدا مدام حسناء نموذج لطيف ظريف لفكرة إن احنا بنتفرج على رياضة وبنتفرج على ماتشات وما فيش أي مشكلة واللي هيكسب هنهنيه ونوزع شربات نعمل أكل مغربي زي ما يطلع عادي فين الأزمة المهم الفرقتين يلعبوا حلو على قد ما يقدروا ويبذلوا كل الجهد وربنا بإذن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بكرة الخير مش قادر برضه من عنف إن شاء الله هنكسب 9-0 وهنرفع بقى لفوق عشان بعد الفصال يوصلوا ل2-0 ماشي خلونا نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل لقاء مع دكتور حسام عبد الغفار الرجل الذي ينتظر الكثيرين جدا قوي خالص دكتور حسام عبد الغفار متحدثا باسم وزارة الصحة لازم بقى هنتكلم على تطورات الكورونا والأوميكرون والأدوية الجديدة اللي جاية مصر وجت ولا لسه وهنلاقيها في الصيدلية ولا بس في المستشفى ونروح ناخدها بروشتة ولا من غير روشتة ودي أدوية للعلاج ولا أدوية للتطعيم حدوتة لازم تتحكي الرجل الذي ينتظر 100 مليون مواطن استنونا مع دكتور حسام عبد الغفار بعد الفاصل اهلا بحضراتكم معانا مره تانية الكورونا وتحوراته المختلفه اظن 5 متحورات اظن ذلك يعني لو انا فاكر مظبوط او بعد صح او بتابع بالمظبوط يعني طيب واحنا بنتكلم عن الكورونا لازم نتكلم مع اهل الاختصاص ودي حاجه شديده الاهميه لا داعي للفتي فيما يتعلق بالكورونا او تحوراته او اعراضه او سبل العلاج او اللقاحات او الادويه الجديده اللي نازله الخ خلونا نرحب وبشده وبقوه زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل الضيف الذي ينتظره 100 مليون مواطن دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة والسكان منورنا سيد يوسف أسعد دائما بصحبتك والله ده احنا دايما نبقى فخورين بوجود حضرتك معانا الكورونا تحوراتها 5 كده صح؟ عندنا ألفا وبيتا وجاما ودلتا والأوميكرون عظيم جدا الناس دلوقتي الحديث الشاغل بتاعها حاجتين أوميكرون ومدى انتشاره وأعراضه وما قد يسببه لو أهملنا فيه ومن ناحية تانية التعاقد المصري على الدواء الجديد أظن اللي هو إنتاج شركة ميرك هل إحنا متعاقدين على دواء واحد ولا أكتر من دواء هناخدهم بالتفصيل بس هبدأ الأول بالأوميكرون إيه الأوميكرون ده وبيعمل إيه طيب خليني قبل ما اجاوب السؤال انا متفق مع حضرتك تماما في انه الشغل الشاغل للناس هو هذه الاسئله وده بالنسبه لي شيء يدعو للدهشه لان المفروض الشغل الشاغل للناس هو يبقى ماذا نفعل
لنتجنب الأوميكرون. مش ايه هو الأوميكرون. الأوميكرون هو في النهاية كوفيد 19. وبالتالي النهاردة بعد السنتين من التعامل مع الكوفيد 19 والكورونا بقى عندنا معلومات موثقة مبنية على دليل بتقول ما هي الآليات التي يمكننا أن نفعلها لنتجنب شدة المرضى، لنتجنب دخول المستشفيات، لنتجنب ازدياد معدلات الوفيات. أولها التطعيم، فمن لم يتلقح يطعم، والحمد لله الدولة موفرة كل أنواع التطعيمات في بكميات تغطي الفئات المستهدفة وتزيد للجرعة المعززة. ثانيها اللي خد جرعة واحدة وتكاسل يروح ياخد الجرعة التانية. احنا فتحنا الباب لانك تاخد الجرعة التانية حتى لو كنت فات عليك الميعاد. اللي خد جرعتين او استكمل التلقيح وفات عليه 6 شهور ياخد الجرعة المعززة. حلو. دي اول حاجة نعملها. تاني حاجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويكفي نظرة واحدة على الناس في تجمعاتهم عشان تقول إنه الالتزام بالإجراءات الاحترازية مش في أحسن أحواله الحقيقة، وإن إحنا في إيدينا إن إحنا نرتدي الكمامة ما بنعملش كده، في إيدينا إن إحنا نتباعد اجتماعيا ما بنعملش كده، في إيدينا إن إحنا نحافظ على التطهير المستمر للأيدي والأسطح ما بنعملش كده، في إيدينا إن إحنا نتجنب أماكن الازدحام ما بنعملش كده. فالحقيقة ده أنا في رأيي إن هو ده الذي ينبغي أن يشغل بال الناس. نرجع بقى لسؤال حضرتك، هو إيه هو الأوميكرون أو إيه هو الأوميكرون؟ خليني نتكلم ببساطة، هي إيه التحورات؟ لو أنا تخيلت إن أنا عندي الفيروس عشان بيدخل جسم الإنسان بيرتبط بالخلية بيبدأ يستنسخ نفسه. يستنسخ نفسه يعني بيعمل كوبيز. فأنا النهاردة لو معايا ورقة وبعمل على مكنة التصوير بصور منها 1000 نسخة 2000 نسخة 3000 نسخة، من الوارد جدا وأنا بصور إنه في صورة تطلع معوجة، في سطر يطلع ممسوح، في سطرين يخشوا في بعض. التحورات عبارة عن كده، إنه جزء من التكوين الجيني للفيروس يا إما بينقص يا إما بيتغير مكانه يا إما بيحصل أي نوع من التغير مرتبط بالتكوين الجيني. لما بيحصل التحورات ديت أو بيحصل هذا التغير الجيني بيبقى الهدف الأساسي للفيروس هو أن يزيد من معدلات انتشاره، لأنه الفيروس حريص على الاستمرار ونحن حريصون على عدم استمراره. فهو الأساس عنده هو أن يتكاثر وأن يتمكن من أنه يدخل ويتغلب على الجهاز المناعي للإنسان عشان يستمر في الحياة والبقاء. طيب، مع هذه التحورات من الوارد انه التحور ده او التغير الجيني ده يؤدي انه يبقى اكثر مرضى، بدل ما كان بيدخل في اماكن الجهاز التنفسي العلوي مثلا يبدا يخش في اعضاء اخرى زي القلب والكلى. وارد، من الوارد ده ما يحصلش، على العكس يبقى اقل مرضى. عاده يعني من خلال التجارب الطويله مع الفيروسات ان كثره التحورات تؤدي إلى إضعاف شدة المرض. الحاصل النهاردة في التحور بتاع الأوميكرون، ما تأكد لدينا أنه زاد من معدلات انتشاره. يعني إحنا لو كنا بنتكلم على الفيروس الأصلي اللي خرج من ووهان كان بيعدي من 2.5 ل 3.5، يعني كل واحد بيعدي في المتوسط 3 أشخاص، الثلاثة بيعدوا 3 زيهم والباقيين 6، 6 وهكذا. لما بدأنا ندخل في الدلتا، الدلتا وصل إنه الواحد الفيروس أو الشخص الواحد المصاب بيعدي 7. فالسبعة بقوا بيعدوا 7 بقينا 14، وال 14 بيعدوا وهكذا. النهاردة احنا بنتكلم على الأوميكرون بيعدي من 16 إلى 19 تقريبا. فعشان كده معدل الانتشار واسع جدا بكتير، يعني من 3، من 1 ل 3
الى 1 ل 16 او 19، لكن الفيروس نفسه اضعف، اضعف من الدلتا لكنه يبقى كورونا طبعا. وبالتالي تأثيره المرضي اقل من الدلتا. ولكن لازم ناخد بالنا ان احنا النهارده برضو بقى عندنا حاجه ما كانتش موجوده بنفس السعه ايام الدلتا وايام الفيروس الاصلي اللي طالع من ووهان، وهو التلقيح والمناعه المجتمعيه. فالنهارده بقى عندنا معدلات تلقيح اعلى، وبالتالي قدره الجسم على مقاومه الفيروس بقت اعلى، وده اللي بيخلي معدلات دخول المستشفيات اقل. يعني احنا في الموجات السابقه كانت هناك دائما علاقه طرديه ما بين زياده معدلات الاصابه وزياده معدلات دخول المستشفيات والرعايات واجهزه التنفس الصناعي. مع التحور الجديد بقى لقينا انه هذا الارتباط الطردي انفك، ما بقاش عندنا الزياده الكبيره في معدلات الاصابه بيصاحبها نفس الزياده في معدلات دخول المستشفيات. الفيروس بقى بيصيب اكثر الجهاز التنفسي العلوي، وبالتالي بقت المشاكل التي تتعلق بنقص نسبه الاكسجين والتليف الرئوي ما عادتش موجوده زي ما كانت في المتحورات السابقه. وبالتالي يصبح الحمد لله والشكر لإقبال الناس على المستشفيات والعزل داخل المؤسسات الصحية أقل كتير، والعلاج يبقى ناجع جوه البيت والعزل المنزلي في أغلب الأحوال. لكن دايما خلينا نقول برضو عشان الناس تبقى واخدة بالها، يمكن هو أخف من دلتا، لكن أنا لو عندي فيروس من كل 100 بيدخل 10 المستشفيات، وعندي فيروس تاني بيدخل 5 بس لكن نسبة إصابته أعلى، فاللي بيعدي 100 هيدخل 10 لكن ده هيعدي 1000، فالخمسة هتبقى 50. وبالتالي لازم ناخد بالنا. احنا بنقول كده ليه؟ عشان الناس تاخد بالها، وخصوصا بكرر للمرة التانية بقى عندنا ما لم يكن عندنا قبل ذلك، ما كانش عندنا تلقيحات، ما كانش عندنا فهم. انت احنا لو الناس تتذكر في البدايه احنا ما كناش عارفين هو حتى بيتنقل ازاي. يعني جت فترات ده بيتنقل عن طريق الهواء، ده بيتنقل عن طريق الرذاذ، ده بيتنقل المسافه الامنه قد ايه، كل المعلومات دي ما كناش نعرفها. ده بيقعد على الاسطح ساعه، ده بيقعد على الاسطح يوم، ده بيقعد. لو تفتكر كميه المعلومات المتضاربه الكثيره التي كانت موجوده في شهر فبراير 2020 وفي شهر مارس، كل دلوقتي بقى لا، بقى عندنا معلومات واضحه ومحدده. الاول كنا لسه بنتساءل هل الكمامات فعلا تمنع الانتقال ولا لا. النهارده لا، بقى عندنا دليل واضح ان الكمامات المعتمده تمنع الانتقال. يعني لو حضرتك تفتكر، بس هي الناس يمكن تنسى بسرعه، لكن كل دي كانت معلومات ضبابيه ما كناش نعرف. النهارده بقينا نعرف، فبقينا اكثر علما. مش المفروض بقى بعد ما بقينا أكثر علما وأكثر قدرة وبقى عندنا لقاحات وبقى عندنا الحمد لله كمان أدوية، نبقى ما زلنا نهمل في استخدام هذا العلم الاستخدام الصحيح؟ طب هو إيه فايدة العلم لو ما استخدمناهوش؟ يعني ده هنا الإجراء الاحترازي. طب افترضنا أنه فلان حرارته عليت، فلان مش عارف حصل له التهاب في الحلقه او حكه في الزور او مش عارف ايه والكلام ده، هو يعرف منين اذا كان ده برد ولا اوميكرون؟ هياخد انهي دواء؟ يعني في ناس يقول لك ايه خد البروتوكول. اللي انا فهموه هو مفيش بروتوكول ثابت، يعني صحيح. هي بتختلف، صحيح. صحيح. هي ولازم الجا لدكتور، يعني بلاش الوصفات بتاعه تجربتي الشخصيه. تمام. انا هعرف منين اذا كان ده برد فاخد له دواء برد ولا ده لا قدر الله اوميكرون؟ ناس تقول اصله بيبان في البي سي ار، وناس تقول لا ما بيبانش في البي سي ار، ناس تقول لك اصله مش عارف اعمل اجسام مضاده، لا ما تعملش. يعني برضو انا هستخدم اللفظ بتاع احنا كلنا نفتي فيما لا نعلم. صحيح. والحقيقه المشكله ان اتجاهنا في الفتيه بعيد عن المصلحة الشخصية لينا حتى. يعني ايه؟ احنا شغلين بالنا جدا هو بيبان في البي سي ار ولا مش في البي سي ار، مع انه في النهاية هي اسمها جائحة. يعني ايه جائحة؟ يعني تجتاح، يعني طالما. وبالتالي اسلوب التصرف
في الجائحة يختلف عن أسلوب التصرف في الأمراض المتوطنة مثلا. طب ليه سموها جائحة؟ عشان ليها بروتوكول تصرف مختلف. أولى بروتوكول التصرف المختلف في الجائحة إنك بتعتبر الأعراض المتشابهة مع الأعراض التي يسببها الفيروس اللي عمل الجائحة هي جائحة لحد ما يثبت العكس. حلو. يعني أنا النهاردة عندي أعراض تنفسية، التهاب في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة. الحقيقة إنه بما إني في جائحة يبقى مقتضيات الجائحة بتقول الاحتراز ودرها وقاية، يبقى تتعامل مع هذه الإصابة على أنها من الجائحة حتى يثبت العكس، مش تتعامل معها على أنها برد حتى يثبت العكس. فده أول حاجة نعمل إيه؟ نتعامل على أنها إصابة حتى يثبت العكس. طب لما تعامل مع أنها إصابة هيعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هعزل نفسي، ده نمرة واحد. ماشي. وثم هتعامل مع الأعراض، إذا كان في ارتفاع في درجة حرارة هاخد مخفضات حرارة، إذا كان في ألم في الحلق هاخد الأدوية التي تتعلق بألم الحلق. طيب إمتى أبدأ أحس إنه أنا عندي مشكلة محتاجة إني لازم أروح المستشفى؟ وإحنا بندعو كل الناس عندما تظهر واحدة من هذه الأعراض إنه يتوجه للمستشفى. وليس صحيحا تماما ان احنا قلنا في وزارة الصحة في اي وقت من الاوقات ما حدش يروح المستشفى، على العكس. أيوة. لما نقول لكل الناس اذا استمرت الحرارة ولم تستجب لمخفضات الحرارة توجه للمستشفى على طول، اي مستشفى قريب مني، اي مستشفى سواء كانت مستشفياتنا في وزارة الصحة او المستشفيات الجامعية، هناك عيادة عزل وفرز في كل المستشفيات التابعة للصحة والمستشفيات الجامعية مخصصة للكشف على الحالات المشتبه، اللي هي تقريبا الحالات اللي عندها أعراض تنفسية في الجائحة. طيب يبقى أول حاجة هو استمرار الحرارة وعدم استجابتها للمخفضات لفترة تزيد عن 72 ساعة. طب إيه الحاجة التانية اللي لازم تتوجه فيها المستشفى لو بدأت تستشعر بضيق في التنفس؟ النهاردة أغلب الناس عندها الجهاز اللي بيقيس في الصباع، ولكن إذا كان عندك ونزلت نسبة الأكسجين في الدم على 92، مش بقى نستنى لما تبقى سبعينات نزلت على 92، على 92 توجه إلى المستشفى فورا. إذا حسيت بصعوبة في التنفس توجه إلى المستشفى فورا. وبالتالي الأعراض اللي بنقول لك في جميع الأحوال، إحنا بندعو الناس إن هم عندما يصابوا يتواصلوا مع خدمة العزل المنزلي. احنا عندنا خدمة من خلال ارسال رسائل نصية حضرتك اللي تبعتها على رقم 1440 وبتكتب له عزل، هيجي لك على طول مجموعة من الاسئلة اجاوب، ثم هيتصل بيك حد من الفريق الطبي يقول لك يتابع معاك. وفي نفس الوقت ابقى انا خلاص عرفت كوزارة الصحة ان انا النهاردة عندي في هذا المكان شخص مصاب باعراض الكورونا او عنده الاعراض، وبالتالي بيبقى دائما في بؤره اهتمامي. بالاضافه الى انه من خلال كمان الرقم 105، يعني ده وسيله، من خلال الرقم 105 لو اخترت الاختيار ثلاثة ده هو استشاره احد الاساتذه او احد اساتذه كليه الطب خلال فتره زمنيه بيتوقف على معدل الضغط، لكن احنا بنتكلم من 5 إلى 7 دقائق، هيتصل بيك، ودي مكالمة مجانية، هيتصل بيك. يعني أنا اتصل بمية وخمسة واختار ثلاثة. 105 واختار ثلاثة استشارة أحد أساتذة كلية الطب. هيك خلاص هتسجل الاختيار، من 5 لـ7 دقائق هيتصل بيك حد من الأطباء في المستشفيات الجامعية ويبدأ يسألك على الحالة ويوجهك. فإحنا الحقيقة الدولة المصرية استخدمت كل ما تملك من إمكانات وسخرت التكنولوجيا لتوفير خدمة صحية ورعاية للمواطنين. حلو جدا. ويكفي جداً أن السيد الرئيس شخصيا ودولة رئيس مجلس الوزراء ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة دي عندهم متابعة تكاد تكون لحظية لكل المستجدات، عشان نقدر في النهاية نحقق الأمان الصحي للمواطنين والمقيمين. احنا النهاردة بندي اللقاحات لكل من هو على الأراضي المصرية.
حلو قوي. طيب فمساله اللقاحات دي عندي مجموعه اسئله كده زي ما يسموها حزمه اسئله متعلقه ب يا ترى هل ترى كبار السن ياخدوا انهي لقاح؟ طب ولو كان خد اللقاح قبل كده ايه الجرعه المعززه بتاعته؟ وهل كلهم على حد سواء ولا بتختلف من حاله لحاله، من عمر لعمر، وضع صحي اللي عنده سكر غير اللي ما عندوش؟ يعني اسئله برضو لو صح التعبير هي تدور في العقل المصري، وفي طبعا اجوبه شعبيه بس احنا هنا جايين مع حضرتك تقول لنا بقى الاجوبه اللي بجد. انا هستاذن اروح لفاصل. اتفضل. ماشي فضل. هنروح لفاصل نرجع مع دكتور حسام عبد الغفار لو سمحتوا استنونا. عشان طلعت هاخد تاني تطعيم كمان برضو مع ان انا خدت يجي ثلاث مرات دلوقتي فاضل لي المره الرابعه. خلونا نجدد الترحيب مع دكتور او دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان. وبالمناسبه دكتور حسام غني عن التعريف، يعني كلنا حافظين اسم دكتور حسام ده بخلاف ان احنا في شغلانتنا كلنا دوشين دكتور حسام ب 900 مليون رساله و 5000 مليون تليفون كل يوم. منورنا مره ثانيه يا دكتور. الناس برضو لسه في عندها اللي هو ايه، طب انا اخد جرعه معززه ولا ما اخدش؟ إيه الاطفال يسالوا هل احنا نطعم؟ احنا عارفين ان الاطفال بيطعموا من سن 12 دلوقتي طبقا للقرارات الاخيره. طب والكبار يطعموا ولا ما يطعموش؟ طب واللي اتطعم ليه جرعه تعزيزيه ولا لا؟ ونوعيه الجرعه التعزيزيه، يعني ساعات كده فلان يجي يقول ايه، اصل انا كنت عايز اخد الجونسون، لا 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 ده انا عايز اخد الاسترازينيكا، لا 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 ده انا عايز اخد فايزر. هو هنا بقى مهم عندي ان انا اعرف هل المسألة انا عايز اخد ايه ولا ايه الاصلح لي؟ طيب خليني برضو اقول انه خلينا نرجع كده للبدايات برضو. هو اول ما طلع التلقيح كنا بنقول ان الدول بتديه للفئات الاكثر احتياجا. ايوه صح؟ وكانت الفئات الاكثر احتياجا دي هم ايه؟ هم فئتين، الأطقم الطبية وكبار السن. الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أيوة. إحنا بقى بنيجي النهاردة تلاقي الناس تقول لك إيه، أصل أنا عندي سكر فمش عايز أقطع، أصل أنا بتعالج بعد شر على كل الناس بعلاج كيماوي فمش عايز أقطع. يا فندم ده هو ده لما اتعمل التطعيم اتعمل عشانكوا أساسا في البداية. بداية الكل التجارب الإكلينيكية لما بدأت في الفئات الأكثر احتياجا وهم أصحاب الأمراض المزمنة، اللي عندهم نقص في الجهاز المناعي، اللي عندهم أورام بعد شر على كل الناس، المراحل السنية المتقدمة، الأكثر عرضة للإصابة وهم الطواقم الطبية. طيب لما الحمد لله بدأنا وودينا لهذه الفئات بدأ يبقى في دراسات إكلينيكية أكثر طبعا، فبداوا يدوروا على الحوامل والمرضعات. والحمد لله بعد ما دلوقتي بقت ثبتت مأمونيه اللقاح للحامل والمرضع بداوا يدوروا على الفئات السنيه اللي كانت وما زالت اقل عرضه للتاثر بشده المرضى، لكن انا عايز ازود المناعه المجتمعيه فبدات انزل بالسن. اذا فالاسئله اللي الناس بتسالها هو اللي عنده مرض كده ياخد اللقاح؟ يا فندم الحقيقة أن المانع الوحيد من أخذ اللقاح هو أن يبقى عندك حساسية مفرطة لأحد مكونات اللقاح. غير كده الأمراض لا تمنع من أخذ اللقاح، بل اللقاح في البداية هو بدأ لأصحاب الأمراض المزمنة، بدأ لكبار السن، بدأ للفئات الأكثر تعرضا للإصابة. احنا بدأنا كده، وكلما أمننا الأكثر عرضة والأكثر تأثرا بدأنا نوسع في الدائرة. يجي بقى السؤال اللي بعد كده، هو إيه اللقاح الأحسن؟ والحقيقة إنه ما تقدرش تقول إنه في حكم مطلق كده إنه في لقاح أحسن. هو اللقاح الأحسن هو اللقاح الذي يتوفر لك، لأنه بديل اللقاح هو الإصابة بالكورونا. وما لم يكن هناك توصيات طبية محددة من جهات طبية، مش من الفيسبوك ولا من تويتر ولا من الأصدقاء ولا من الأقرباء، وما لم يكن هناك ما يمنع من لحالة مرضية معينة، فالأصل
انك تاخد ما توفر لك. طيب عشان حضرتك ذكرت حكايه اذا كان حد عنده لا قدر الله حساسيه مفرطه من او تجاه احدى مكونات اي من اللقاحات، اعرف منين؟ المفروض وحضرتك تروح تتلقح بيبقى اصحاب الحساسيه للادويه وغيرها بيبلغوا الطبيب اللي بيدي اللقاح. حاجة تانية ان انت وانت بتدي الحساسية المفرطة انت اول ما بتدي جزء بسيط من اللقاح بيظهر على طول التحسس على الجلد فبتتوقف وبالتالي ودول حالات يعني ليست شائعة ونادرة جدا نادرة. انما الاصل ان اللقاح يصلح للكل ما لم يكن عند حضرتك تحديدا بسبب يقرره الطبيب مش حضرتك مانع من تلقي طيب اللقاح. برضو علشان درءا وحجبا لشك بيقين، فلان الفلاني جاله مثلا اوميكرون، طيب عاوز بقى اخد لقاح، اعمل ايه؟ استنى قد ايه علشان اقدر اقدم الطلب بتاعي او اروح اخد التطعيم؟ خليني اقول لحضرتك انه الدراسات متنوعه في الفتره يعني اكثرها قصرا في المدة الزمنية بنتكلم في أسبوعين وهناك من يذهب إلى شهرين. إحنا في المتوسط هنا في مصر بنتبنى الدراسات اللي بتقول إنه الفترة شهر هي كافية تماما لأن أنت من بعد التعافي هي كافية تماما لأنك تستطيع أن تحصل على اللقاح. حلو جدا. أنا كنت بتكلم على لقاحات صغار السن، أي حد من 12 سنة لحد 18 ده بياخد اللقاح بتاع فايزر. فايزر لأن ده اللي أجروا التجارب الإكلينيكية وثبت مأمونيته. حلو. ممكن بعد فترة يجي لقاح تاني يثبت مأمونيته فنستخدمه، لكن ما هو مجاز حاليا هو لقاح فايزر. لقاحات كبار السن بياخدوا اللقاح زي ما كنت بحكي لحضرتك كده اللي على مزاجي أنا نفسي أخد لقاح كذا، ولا أن هناك لقاح هو الأنسب للناس كبار السن أو اللي عندهم أمراض مزمنة؟ اللقاح الأنسب هو اللقاح المتوافر، وأنا ما عنديش غضاضة في أن حضرتك تاخد اللقاح اللي على مزاجك لو كان مزاجك ده مبني على أدلة علمية طبية. إنما أنا أزمتي في أن مزاجك ده مبني على آراء الأصدقاء والأحباء. أنا بقول لك أنا سامع أصلاً أيوة. فلان لما بيشكر فيه قوي بيشكر فيه زي مش فيتامين يعني بيشكر فيه الحقيقة. طول ما مزاجك ده ليس مبني على مستند طبي فده شيء غير مقبول. عظيم جدا. هنا هنطلق إلى الجزء الجديد بتاعنا، الأدوية. إيه هي الأدوية دي؟ بتعمل إيه؟ يعني دي تحول دون المرض ولا لما يجي لي بيعالجني؟ إيه اللي بيحصل؟ طيب إحنا عندنا كذا نوع من أنواع أو كذا تقسيمة من تقسيمات الأدوية التي أجازتها الهيئات الدوائية العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهي الهيئة المنوطة عن منظومة الدواء في مصر. لو الناس تفتكر أول حاجة كانت أجيدت كان الريمديسيفير اللي أجازته هيئة الغذاء والدواء، وده دواء مضاد للفيروسات بيؤخذ عن طريق الحقن. بعديه بفترة أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام الديكساميسازون الكورتيزون ولكن في الحالات اللي داخلة في العناية. فإذا عندنا أهو نوع اسمه مضادات الفيروسات زي الريمديسيفير، وعلى شاكلته الاثنين اللي تم إجازتهم مؤخرا في ديسمبر الماضي من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومن هيئة الدواء الأوروبية، وأجازت هيئة الدواء المصرية في 24 يناير واحد منهم، وهو الباكسولوفيد، وده عقار بتنتجه شركة فايزر، والمولنا بيرافير اللي بتنتجه شركة ميرك. احنا في مصر الحمد لله في عندنا 5 شركات وطنية أنتجت، وفي 13 شركة تانيين متقدمين للحصول على الترخيص. احنا عندنا الآن منتج مصري ل 25,000 جرعة، وعندنا ما يكفي ل 150,000 جرعة حاليا، ده غير الشركات اللي هي في البايب لاين. ده يبقى بقى عندنا 3 أدوية النهاردة مضادة للفيروسات حصلت على الموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الريمديسيفير الأولاني خالص أيوة، وبعدين الباكسولفيد وده عقار فايزر،
والمولنا بيرافير وده عقار ميرك اللي هو موجود عندنا هنا في مصر وتم استلامه في المستشفيات اليوم. حلو قوي كلمة تم استلامه في المستشفيات. الأدوية دي أنا لو جال بعد الفرق بس ما بين الريمديسفير والاثنين التانيين هو أنه الريمديسفير بيؤخذ عن طريق الحقن وبالتالي ما ينفعش تاخده غير جوه المستشفى. حقن عضلي عميق. بالظبط. بس يفضل لانه في ناس كتير بتروح عند الصيدليه يقول له اديلي الحقنه زي كده مجموعه البرد. بس هو ده الحمل يعني ما مش موجود في ده مش موجود في الصيدليات. فالدواء موجود في الاثنين التانيين بقى عقار سموي سواء الباكسولفيد او المولنابيرافير بيتاخذ عن طريق الفم كبسولات. اوكي ماشي. ودول برضو جوه المستشفى ولا في الصيدليه؟ احنا النهارده بنتكلم على جوه المستشفى لانه حاصل على رخصة الاستخدام الطارئ فمحتاجين انه يؤخذ تحت اشراف طبي كامل. كويس جدا. وبما انه احنا يعني عندنا مسألة الحصول على الدواء بروشتة مش من الثقافة الشائعة عندنا وانه الناس ممكن تاخد الأدوية بدون وصفة طبية فاحنا في المرحلة الحالية هيبقى من خلال المستشفيات وصيدليات المستشفيات سواء كانت التابعة لوزارة الصحة أو الجامعي عشان يبقى تحت إشراف طبي لأن احنا ما زلنا في رخصة الاستخدام الطارئ. ده مضاد للفيروسات. مضاد للفيروسات يعني بيمنع إذا من تكاثر الفيروس داخل الجسم ويثبط من عمله وبالتالي هم بيتاخدوا في المراحل الأولى من الإصابة. احنا بنتكلم في أول من 5 لـ7 أيام للبالغين فوق سن 18 سنة ولأصحاب الإصابات البسيطة والمتوسطة التي يخشى أن تتحول إلى شديدة بسبب ضعف في الجهاز المناعي بسبب الأمراض المزمنة بسبب المراحل السنية المتقدمة. دولت النوع الثاني اللي هو مضاد للفيروسات. في عندنا نوع ثالث تمت إجازته وهو المونوكلونال انتيبادي او المستضادات الاحاديه. دي بتعمل ايه؟ دي بتحسن من قدره الجهاز المناعي على التعامل مع الفيروس. طب ايه الفرق بينها وبين اللقاح؟ انه اللقاح هو بيحسن الجهاز المناعي من غير ما تكون انت مصاب، ما عندكش فيروس. انما هو زي خلينا نقول انه دي زي اللقاح زي التدريبات اللي بيعملها الجيوش قبل ما يخشوا الحرب. حلو. فانت بتدرب جهازك المناعي عشان لو دخلت الحرب مع الفيروس يبقى مستعد. انما المونوكلونال انتيبوديز هي بتتاخد للناس اللي مصابه فعليا، يعني هي دخلت الحرب لكن بتديها امداد فبرفع كفاءه الجهاز كانك بتديله مزيد من الامدادات لجهازه المناعي من خلال المستضادات دي. اللي وصل الحمد لله وصل عندنا امبارح مساء احد هذه الادويه التي برضو يؤخذ عن طريق الحقن وهو الايفو شيلد ومن انتاج شركه استرازينيكا ووصلنا ما يكفي ل 50,000 مريض. عظيم جدا. ودخل مصر الحمد لله. فاحنا النهارده من الادويه اللي تمت الموافقه عليها خلال الشهر اللي فات مصر فيها نوعين والثالث في الطريق. طيب يمكن انا عمي بيقول لي دقيقتين فانا يمكن فاضل لي سؤالين بس هختار الاكثر تداولا الا وهو فلان الفلاني مثلا عاوز يطعم والده والدته ايا كان والناس دي غير قادره على النزول يعمل ايه علشان يطعم جوه المنزل؟ بيتواصل مع الوزاره او مع الخط الساخن وبيقول الحاله اللي هو 105 الحاله المرضيه ل و 13353 13353 اكتب 13353 والخط الساخن بتاع التطعيمات وبيبلغوا بالحاله المرضيه ويعني احنا بنطلع ساعات ما بيبقاش في حاله مرضيه بالمعنى المفهوم يعني ما فيش اعاقه حركيه والحمد لله تحول دون ذلك لكن بيبقى الشخص وصل الى سن حركته صعبه ما بيقدرش ينزل ولا يطلع ما يعرفش يطلع السلم ينزل سلم يروح مشوار يجي مشوار إلى آخره. السن الكبير ساعات الوضع الصحي بشكل عام دون وجود مرض بحد ذاته هل ده برضو ممكن يعني خليني أقول لك هو الهدف من الوجود مثل هذه الخدمة أيوة
هو التيسير على الكبار السن وعلى أصحاب الأمراض المزمنة وعلى أصحاب الإعاقات، يعني هو ده الهدف الأساسي. وبالتالي لما يبقى في مثل هذا النوع لا شك إن إحنا لا نملك إلا أن نستجيب، لأن إحنا عاملين الموضوع ده أصلا عشانهم. يعني ربنا يخليك والله. هو الوقت للأسف الشديد خلص، وأنا عندي لسه شوية أسئلة بصراحة، بس الأمر لا من قبل ومن بعد، هحاول قدر الإمكان إن إحنا نوضب لقاء تاني مع حضرتك. إحنا بنحب نشوفك ونسمعك، مش بس نقعد نزعجك على التليفون. نورتنا دكتور حسام، ألف 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 شكر حضرتك. أظن الأدوية موجودة جيد جدا، إنها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. الأدوية يا جماعة هي مش هتتاخد غير تحت إشراف الطبيب، فالحمد لله إنها موجودة. لما تبقى الأدوية موجودة في الصيدلية بنستأذن حضراتكم، ارجع برضو للدكتور. أرجوك 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 لو سمحت عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، الصحة ما فيهاش هزار وما فيهاش فهلوة. خلصت الحلقة لحد كده مع الألم والأسف، لكن بإذن الله يكون لنا لقاءات كتير دايما في الخير. كل الشكر لدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية. ولو كان لنا العمر بإذن الله هنقابلكم بكرة في برنامجكم التاسعة دقايق، ويدخل الكريم رمزي ورقم 10. سلامات.